أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالات، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي. Deze schaap wil niet naar boven. Dit is Emily. Wala amana dirk. Farhan. Hafti shkun hna? Hayat Najiba. Hafti menin? La. Hollanda. Shukran. Kulum shukran. Shukran. Salama. Salam. Alhamdulillah, we hebben net de schaap geplaatst. Ik ben nog steeds een beetje moe. Maar we zijn blij. Deze mensen, Msekken is echt arm man. Ik kijk zo een beetje armoedig. Alhamdulillah, we zijn blij dat we ze blij hebben kunnen maken met deze schaap. Kijk even hoe ze leven. Dan hebben we er een beeld bij. Kijk maar even. إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذرات، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس برودرز وزوسترز ويلكم بي سيركم نجيبة. Zoals jullie zien, we hebben de schaap alhamdulillah naar de eigenaar gebracht. En de zoon is een beetje handicap, die ligt daar in zijn bed, die kan even niet opgaan. Maar alhamdulillah, door jullie hulp hebben we alles kunnen doen. Alhamdulillah, wa shukrulillah, dank jullie allemaal, dank jullie wel allemaal. En dan laat ik jullie even met deze vrouw die jullie even wilt bedanken. Tot dan, gaat het zo. مش عارفه ديك واحد الفرحه ما تصورش كيفاش عمري في حياتي ما شفت هذه الفرحه. شكرا يا عزيز الله. كنتمنى لهاد الناس اللي مشاركين في هاد الاعمال الخير في الجنه العليا والجنه الدنيا، ونكون ربي منهم ونكون ربي من تريكه ديالهم ونكون ربي ويسر ربي امرهم ويزيد من ربي يقولوا كثار من هاد الخير اللي عندهم يا ربي توقف معاهم في الدنيا وفي الاخره. وانا يا ربي عندي وليد مرض ما كان فيه والو عقلي دايزه فيا، عندي بنيت ربي عطاها لينا الحمد لله وشكرها معذوره، وانا تا انا 14 وانا طايحه بالمعده راه تسد دائما ما كان هذا الشيء. عندي بنيته مسكينه الكلاوي ديالها مريضه وانا الحمد لله وشكرها، وهذا الشيء اللي درتو فيا راه دايس فيه. الله يرحمكم الوالدين. شكرا بزاف اخويا. تهلا لنا في الحول يا خالتو. وهذه الحال حال الخلق اجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول.